مشاهدينا مشاهدي المصرية، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا فنون مصرية. تعالوا نشوف هنقدم لكم إيه النهاردة، ابقوا معنا. مشاهدينا تعالوا نشوف مع بعض معرض الفنان التشكيلي سامح إسماعيل بعنوان تدوين الذاكرة، ابقوا معنا. مرحبا بالفنان التشكيلي سامح إسماعيل، أهلا بك معانا. أهلا بحضرتك، مبروك على المعرض يا سامح. أنا عارفة أن ده معرضك الفردي بعد 4 سنين، أنت قبل كده كنت مشارك في معرض جماعي، وغير كده كان لك دايما برضو معرضك الفردي. المعرض النهاردة أنت مسميه بعنوان تدوين الذاكرة، هتقولي ليه اخترت العنوان ده؟ هو تدوين الذاكرة كانت الفكرة بتيجي نتيجة انه انا بقالي 4 سنين متوقف شوية عن ان انا اعرض، لكن مش متوقف على ان انا اشتغل واجرب. انا بحاول بقدر الامكان كل تجربة عندي تبقى مختلفة عن اللي قبلها، وانا مش بس ببقى قاصد كده، هو طبيعة شغلي كده. انا ما بعرفش اكرر نفسي، وما بعرفش حتى اكرر لوحاتي ان انا اعمل منها 4 5 لوحات شبه بعض او في نفس المنطقة. كنت الاول فاكر ان ده عيب وعامل لي ازعاج، وبعدين اكتشفت انه ميزه مهمه جدا يعني، فروحت لعب على الميزه دي يعني. في خلال 4 سنين انا كنت بحاول ان انا يعني كل المفردات اللي الناس متعوده عليها ان هي تشوفها مني وبتألفها وبتحبها او عجباها، انا بحاول ان انا ابعدها واخرجها. فبدات افرض فرضيه كده بيني وبين نفسي، زي فكره لما فنان يجي له زهايمر او صحي الصبح وفقد الذاكره، هيشتغل ازاي؟ هيشتغل من جديد بمكونات جديده، بافكار جديده، بحاجات مخزونه جديده. فانا اعتبرت انه القديم اللي انا بعمله اللي اتعرف عني هو انا خلاص نسيته، فدونت اللي فاضل منه عشان انقل نفسي لمرحلة جديدة من الذاكرة ومن الشغل الجديد. بس حبيت ان انت في المعرض ده انك كله تعمله جديد في جديد وتجدد عن المعارض كانت قبل كده. هو بصي، انا الى حد كبير جدا مركز في منطقة انه الفنان لازم يمر باكتر من مرحلة في شغله، في حياته الفنية هي مراحل. في مراحل بتستدعي ان الواحد يعمل انتاج متتالي ورا بعضه، يعني ممكن كل سنه يعمل عرض، وممكن في السنه الواحده يعمل عرضين بالظبط. وفي اوقات بنحتاج انك تستوب، تقف، تعيد تاني صياغه الامر وتعيد تاني قراءه اللي انت عملته وتشوف هتطلع المرحله اللي بعدها بايه.
فالمرحلة دي بالنسبة لي كانت نقلة مهمة، إنه فكرة إن تتوقف 4 سنين عن الإنتاج أو آسف عن العرض في السوق المصري أو في الماركت التشكيلي أو الحركة التشكيلية المصرية، دي حاجة مش سهلة لأنه عدد التشكيليين كتير، وكان سهل إنك تتنسي يعني، مغامرة مش سهلة، وفي جمهور بيقتني شغلي، وفي جاليري مطالب، انا مطالب قدامه ان انا انتج. الجاليري بصراحه يعني احتمل تماما فكره ان كل سنه يطلب معرض وانا اعتذر او انا اطلب تاجيل، واستحملوني تماما لغايه ما نقلت النقله دي. فهو الغياب ده كان غياب لاهداف كتيره، ومنه سياسي ومنه له علاقه بان انا محتاج أقيم تجربتي اللي فاتت عشان المرحلة جديدة، ومش عايز أتحسب على تيار معين، وعايز بقدر الإمكان أن أنا أكسر كل الثوابت اللي أي حد ممكن يتوقعها من ناحيتي. يعني عارف أنت في التمثيل وفي الدراما يقول لك فلان ده جان فهيلعب الحبيب، فيفضل طول الوقت المنتجين والمخرجين بيجيبوه بيطلبوا كجان بالظبط، لما يكبر شويه فيقولوا له خلاص هيلعب شرير هبقى شر. لا لا، ما يعني دي تفصيليه في الدراما انا مش عايز احط فيها في الفن يعني. سامح، انت في المعرض عرض كم عمل؟ حوالي 23. 23 عمل، كل اعمالك بالاكريليك؟ هم في منهم 5 اعمال ورق والباقي 17 عمل تقريبا بالاكريليك. تقول لي بقى بالنسبه للالوان، انا خدت بالي ان الالوان في المعرض ده مايله شويه للرمادي وللبيج والاسود، ايه اللي خلاك تختار الالوان دي اكتر بقى من الالوان الفاتحه الاحمر الاخضر الجامد الفوشيا الموف؟ لا بصي، هو الحكايه يعني انا بالعكس، انا شايف انه انا المره دي دخلت في مجموعه باليت لونيه مغايره تماما عن اللي انا بشتغل بيه. بصي، هو المناخ العام او المود المسيطر طول الوقت على اي حد بيشتغل من مصدر من مصادر الخط العربي او الفن الاسلامي بيبقى مايل عليه الالوان الترابيه الايرث كولرز، ومايل عليه الدرجات الاوف وايت والبيجات والبنيات والتدهيب واللون الاسود. دي منطقه تراثيه جدا، وانا قضيت معاها رحلة في المرحلة الأولانية وطورت فيها. المرة دي أنا بشتغل على الأبستراكت، وبشتغل على العلاقة ما بين العضوي والهندسي، اللي هي يعني طول الوقت في حرية كبيرة جدا، يا إما في التكنيك يا إما في باليتة اللون يا في ضربات الفرشة، مع علاقات هندسية قوية جدا موجودة في اللوحة. دي بتخلق صراع في التكوين وفي الرؤية مش سهل، فبتبقى اللي بيهدي شوية أو بيتحاور مع العلاقة القوية اللي بتحصل ما بين الخطوط اللينة والحرة والخطوط الهندسية اللون. لغة اللون هنا في الحالة دي أصبح ليها معادل بصري
له وعي، يعني لازم ابقى حاسه يعني. ف الجمل اللي كان فيها صخب وفيها انفعال كانت الالوان سخنه وكانت الالوان عنيفه وكانت الالوان فيها كونتراست وتضاد. ختمت العرض بجمله بصريه يمكن لاول مره اشتغل على مسطح الدايره او القاطعه الدايره، وده يعني دوائر دول لهم قصه لطيفه. الثلاث دوائر دول، الثلاث دوائر دول موجودين عندي في المرسم هديه من صديق عزيز عليا من 10 سنين، بقالهم 10 سنين عندي في المرسم. كل ما ببص لهم اخاف منهم جدا، لاني هعمل فيهم ايه يعني؟ ما لسه ما كانتش عندك فكره ان انا هعمل ايه في الشكل الدائري ده، وهم ثلاث اشكال. دايره صعبه، عايزه خبره، وعايزه انا ما كانش لسه عندي الخبره الكافيه ان انا اواجه الدايره. والدايره وهي بيضه كده على فكره مخيفه جدا، وهي فاضيه كده وانت لسه ما تحطش فيها اي باليتا اي قلم. الدايره انت كل سنتي بتلف على المركز بتتغير التكوين، بتتغير الكومبوزيشن، عكس المربع او المستطيل او اي شكل. بالنسبة بقى المعرض، انت بتقول خد منك 4 سنين عشان تجهزه، انت عندك اعمال تانية بس ما حبيتش غير تعرض تقريبا 23 عمل او 25 عمل، وعندك اعمال تانية ما كنتش حبيبها قوي فسبتها في البيت؟ في فعلا مجموعة اعمال بحس ان هي بتبقى مش قابلة للعرض، ولكن هي مفاتيح افكار، فبتفضل المفاتيح موجودة في المرسم. المفاتيح بتوصلني لشغل، الشغل يعني بيكتمل يبقى ده جاهز للعرض. المفاتيح بتفضل موجودة، او ممكن انت ممكن تبقى فيها حاجات لسه هتكملها تعمل لها اضافة، او بيحصل ده كتير عندي على فكرة. يعني انا في لوحات عندي بشتغلها بعد سنين، يعني اشتغلها واسيبها وارجع لها مثلا بعد 4 5 سنين، حصل لي تطور معين ارجع لها تاني، ممكن اهدها، ممكن اشتغل فوقيها، ممكن اضيف عليها. بالمناسبه هنا في الجاليري عندي لوحه ممضيه مرتين، بين الامضه الثانيه 4 سنين او 3 سنين، يعني سحبت اللوحه من الجاليري وضفت عليها حاجه ورجعتها تاني. حلوه، والاضافه دي مضيت تحتها، لان ده معروف حتى في تاريخ الفن ان الفنان اضاف على العمل. يعني اللوحه دي ممضيه 2018، لو جيت اضفت السنه الجايه فضلت عندي في الجاليري ما اتاخدتش في حد اقتناها، يعني فضلت موجوده عندي وانا عايز اضيف عليها حاجه هضيف وامضي تاني بتاريخ الاضافه، مش عيب يعني. انا مبسوطه ان انت بتقول لي بعد ما خلصت المعرض ده انك عندك استعداد انك تروح المرسم وتكمل، فده دليل ان انت مش هتغيب علينا فتره طويله تاني. يعني ممكن يبقى في معرض اخر السنه او ممكن السنه الجايه. حضرتك هو يعني من المتوقع يعني انه الفتره الجايه مش هغيب الغياب ده، لسبب لانه المعرض ده فيه 3 مراحل شغل، في 3 نقلات. كان ممكن في لحظه من اللحظات اخد نقله وافردها على المعرض كله واسيب المرحلتين التانيين اللي فيما بعد، لكن انا قررت انه انا بما ان 4 سنين مش موجود ووصلت في البحث بتاعي لكده، فانا مش هبخل بيه على الجمهور يعني، ولا على جاليري، ولا على الناس اللي بتتبع، ولا النقاد. وعرضت 3 مراحل بنماذج منهم، وبعدين هدندن بقى في كل مرحله لوحدها، يعني اخد كل مرحله افردها براحتي يعني. وارد جدا اعمل مرحله رابعه.
ما اعرفش يعني ده انت واحساسك ومودك، وهتشوف هتقدر تطلع لنا في ايه بالنسبه للافكار الجديده واللي انت حاسه. اقول لحضرتك حاجه، اهم حاجه انه ما يجيش عندي يوم اعرض فيه حاجه متكرره او حاجه انت مش راضي عنها. مش راضي عنها يعني، ما لا، ما كل الفنانين بصراحه ما حدش في الدنيا بيقبل انه هو يعرض حاجه مش راضي عنها. لكن بتضطرنا الظروف احيانا نعرض تجربه مكرره كذا مره، لانه في بلوك ابداعي، في قفله، ما فيش نقله، ما فيش حاجه حصلت. نقله الفنان بتحتاج شويه عوامل كده يعني، يا صدمه، ممكن تبقى صدمه حلوه، ممكن تبقى صدمه وحشه، ممكن تبقى سفريه، ممكن تبقى علاقه، ممكن تبقى حاجه يعني، لازم حاجه يعني تحطه في منطقه جديده. لكن لو فضل الامر والامن مستتب عنده هيفضل يعني. ممكن تغير مرسمك على فكره، تغيير المرسم ممكن يوديك يعني مرسمك تاخده في دور عالي، تاخده في حته بعيده، تاخد مرسم على البحر، تاخد مرسم يعني قصدك ان كمان تنقل المكان نفسه من مكان لمكان. لازم توجد عنصر يعمل لك تغيير نفسي. سامح، حسيت بالفرق ما بين المعرض ده، على اساس المعرض ده معرض فردي ليك، وما بين المعرض اللي فات اللي كان من 4 سنين وكان معرض جماعي؟ لا، هو المعرض اللي من 4 سنين كان فردي برضه، المعرض اللي احنا صورنا فيه في النص ده كان معرض جماعي. هو المعارض الجماعيه ليها اسلوب تاني خالص يعني. الجماعي بيبقى له يا اما تيمة ثابته على الكل بيبقى حاططها الكيوريتور او المنظم للمعرض، أو بيبقى مجموعة مقتناة من مجموعة أعمال برؤية الجاليري. لو كان الموضوع محطوط له تيمة، أنا هنا بقول جملة قصيرة جدا يعني، جملة مكثفة من حتة أو حتتين أو 3 حتت شغل، طبيعة تنفيذها مختلف، طبيعة إحساسها مختلف. ممكن تبقى عاملة زي الأغنية سينجل كده، في أغنية سينجل تنزل مش في ألبوم بالظبط، تبقى لوحدها، لوحدها نازله بقى في الشتاء، فواخده المود بتاع الشتاء، واخده في الصيف واخده مود البحر، يعني واخده في نازله في الفالنتاين تاخد الرومانسيه، اغنيه سنجل لوحدها. لكن في في العمل الفردي، المعرض الفردي، لا، احنا هنا بنتكلم على جمله كبيره فيها تنويعات، فيها ايقاع، فيها مساحات متنوعه، فيها اكتر من انفعال، في حسابات كتير عشان تعمل 30 لوحة ولا 25 لوحة أو تمثال بالنسبة للنحاتين، يبقى فيهم جملة ممتدة، نقلة في مرحلة، تقفيل مرحلة. فده الفرق بين السولو والجروب. انت قولي بقى بالنسبة لأعمالك، انت ايه اللي بتحبه أكتر بالنسبة للأعمال؟ انت بتعمل باللوحات بالأكريليك وفي عمل نحت، ايه اللي بتحبه اكتر، او ايه اللي بيستهواك اكتر، او بتحب الاثنين زي بعض، او زي ما الفنانين بيقولوا كل الاعمال دي اولادي؟ يعني انا اكتر حاجه بحبها وبنتمي اليها نفسيا الورق. يعني شغل الورق، لانه انا خلفيتي غير ان انا خطاط ودرست خط، والخط هو مناخه بيئته الاساسيه هي الحبر والورق.
ودراستي للحفر والطباعة والجرافيك، فأنا الورق هو أمتع شغل بالنسبة لي. إنما حالياً بقى البينتينج والمسطح التصويري والأكريليك بقى خلاص اتصاحبنا، لأنه خد معايا مشوار طويل أوي ومذاكرة طويلة جداً عشان أستوعب نقلتي من حفار بيشتغل على مونوكروم أو بيشتغل على أبيض وأسود معظم الوقت، إن أنا أبقى ملون، إن أنا أبقى مصور، إن أنا أبقى بينتر. دي قصة تانية. سامح، انت بتحب ترسم امتى، الصبح ولا بالليل؟ لا بصي، هو الموضوع ده يعني اتطور مع الوقت واتطور بقى فيه نوع من الخبرة. كنت زمان بشتغل بالليل بس واطبق لغاية تاني يوم الصبح وبدأ، بس اكتشفت حاجة خطيرة في البينتينج. انت لازم تشوف الالوان في الدي لايت عشان تتحقق من درجاتك اللونية تشوفها. فطبعا بدأت أفهم ده، بدأت أشتغل بالنهار، فقلبت نظامك بقى من بالليل للنهار. دي حاجة. ولما أضطر أن أنا أشتغل بالليل جهزت مرسمي بنفس الأداء بتاع الجاليري، إضاءة نفس إضاءة الجاليري، نفس الإضاءة البروفيشنال بتاعت السبوتات بتاعت الجاليري، عشان أبقى أنا عارف كويس أنه اللي أنا بعمله ده لما تحط على الحيطة في الجاليري هو اللي هلاقيه، ما تخدعش، ما يبقاش يعني في أخطاء كتير جدا بتحصل عند فنانين كتير أو عند شباب لسه صغار بادي مش واخد باله مثلا المرسم عنده الألوان فلورسنت. لا حقيقي بجد استمتعنا جدا بالمعرض، جميل جدا، ألف مبروك، ومنتظرين بقى المعرض القادم، ما تغيبش علينا فترة طويلة، ما يبقاش في فترة انقطاع، وإن شاء الله كمان هيبقى أحلى وأحلى. ألف مبروك. ميرسي جدا لحضوركم، متشكر على الفرصة الجميلة دي إن أنا ألتقي بالفضاء المصرية. مشاهدينا بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامجنا فنون مصرية.